السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية كده مرحبا بالأخوة الجداد. النهاردة اعلان بارتنرشيب عبارة عن اعلان شراكة بيني وبين المشروع. طبعا انا اعلنت امس عن المشروع، ولكن بالفعل يعني امبارح عدى حوالي يمكن 5 مليون ماركت كاب المشروع. طبعا فيري ليجيت، فدي حرية شخصية ان انت تستثمر في المشروع. ما زال حاليا في البداية، اتوقع 50 مليون، اتوقع 60 مليون. طبعا المشروع طبعا فيري ليجيت، وهنشوف مع بعضنا الشرط، هنشوف مع بعضنا بعض التحديثات. وقت ما شرحنا عن المشروع كان الماركت كاب بتاع المشروع كان 300 كيلو، حاليا الماركت كاب بتاع المشروع 2 مليون، وتخطى حاجز 5 مليون امس. طبعا المشروع طبعا فيري ليجيت، بتنساش تدعمنا بلايك واشتراك في القناة ليصلك كل جديد. ده الويب سايت الخاص بالمشروع زي ما انتم شايفين. جير بالنسبة للعملة نفسها، العملة قوية جدا. المشروع كان فاير لانش على شبكة باينانس سمارت تشين، ما كانش فيه اي برايفت سيل ولا كان فيه اي بري سيل. طبعا الناس اللي اشترت في البداية عملت تقريبا حوالي 20x، لان المشروع يعتبر لسه ليجت. طبعا الليكويديتي مقفولة، كل حاجة مقفولة. الفريق طبعا يعتبر فريق ليجت، كل حاجة واضحة. نشوف مع بعضنا الشرط. ده كان يعتبر اخر ETH، وصل ل 5 مليون ماركت كاب. عندي هنا الماركت كاب الحالي 2 مليون و800 الف دولار. ده بالنسبة للتوتال سبلاي الخاص بيهم، يعتبر 100 تريليون. الليكويديتي عندي كمية كبيرة مقفولة هنا زي ما انت شايف. كل حاجة واضحة على الويب سايت الخاص بيهم. هنشوف مع بعضينا بعض الحاجات الخاصة بالمشروع بالنسبة للسكالبينج او الانزلاق السعري للتحديد. عندي هنا المشروع على شبكة BECC، طبعا المشروع كان صحي فاير لانش. برضو في نعكسات بتجيلك على محفظتك، على بانكينج سواب متاح الشراء حاليا. الشرط موجود برضو، هنشوفه مع بعضينا. التكست يتراوح ما بين 12 الى 15% بالنسبة للسيل او للبيع. ده بعض المميزات الخاصة بالمشروع، ان المشروع كان فاير لانش. كانوا محددين ماكس وولت بحيث ان انت ما يكونش فيه اغراق للمشروع، ولا يكون فيه حاجة حد ينفع يعمل دروب او يوقع السعر بتاع المشروع. طبعا لو بصينا هنا هتلاقي كل حاجة موجودة بالفعل. ده بالنسبة للرمز، زي ما احنا قلنا السكالبينج تراوح من بين 12 الى 15. عندي هنا لو بصيت هتلاقي باي ناو، هيحدد لك على بانكينج سواب على طول دايركت. هتعمل كونكت لمحفظتك، بعد كده هيحدد لك الكونتراكت ادرس. عندي هنا لو حبينا نشوف ده الشرط الحالي بتاع المشروع، زي ما انتم شايفين في مشتريات كبيرة على المشروع وفي مشتريات ضخمة. امس في ناس اشترت وناس عملت ارباح كبيرة، لان المشروع يعتبر لسه جديد. لو فتحت هنا البي سي سكان بتاعهم، هلاقي عندي عدد الهولدر تقريبا 3886، ترانزاكشن تخطى 9851. كل المعاملات دي طالعة من بانكينج سواب على المحافظ بتاع الهولدر. لو دخلت على الهولدر هنا، هلاقي عندي اول ادرس اللي هو واخد 6.3، ده بتاع المنصة او بتاع الاكستشين. في نفس الوقت عندي ده كونتراكت ادرس الخاص بالمشروع، هيكون في بيرن طبعا قريبا بحيث ان يكون في انكماش في السعر. عندي هنا ده لو حبيت ان انا اشتري، اخد الكونتراكت كوبي وبعد كده هعمل احدده في المنصة. هاجي هنا اضيف اي كمية انا حابب ان انا اشتريها، وليكن هشتري مثلا ب 12 BNB، هعمل كونكت. وتيجي هنا تحدد السكالبنج بتاعك 0.00، هيتحدد معاك الكمية على طول. طبعا احنا زي ما قلنا في كل فيديو، المحفظة دي انا بستخدمها في التست بحيث ان الناس تعرف ازاي تشتري، لكن انا مش بستخدمها في المشتريات. عندنا لو دخلت على الفيديو هتلاقي كل الروابط عندي، ده التويتر الخاص بيهم، كل التحديثات الخاصة بالمشروع اوريدي موجودة هناك. ده يعتبر كان اخر تحديث خاص بالمشروع. زي ما انت شايف التحديث بالنسبة للمشروع كان امس. في هنا اخر نيوت اتش وصل للمشروع هيت 5 مليون بالنسبة للماركت كاب. عندي هنا بعض المؤثرين اللي اعلنوا عن المشروع، او بعض التغريدات اللي حصلت عن المشروع. كان في فيديو لينا هنا برضو بالفعل تم نشره امس. المشروع طبعا ده الفيديو الخاص بينا، لو شفت هتلاقي كل حاجة واضحة. كل الروابط عندي الليكويديتي مقفولة، برضو هنفتحها ونشوفها مع بعضينا. نفس الكلام، كل حاجة واضحة قدام الجميع. الليكويديتي مقفولة لمدة 6 شهور، زي ما انت شايف مفيش حاجة اسمها رج، مفيش حاجة اسمها فريق مش موثوق. طبعا ده بالنسبة للشرط الثاني.
لو حابب تشوفه مع بعضينا هيبقى أفضل من الشرط اللي موجود هناك، ولكن في كميات ضخمة داخلة في الشراء، بحيث إن المشروع طبعا يعتبر لسه قلد، المشروع ما كملش يعتبر يومين. عندي هنا ده كان بداية المشروع، زي احنا امبارح اتكلمنا عن المشروع كان في النقطة دي. بعد الفيديو طبعا عمل نيوز اتش، وصل لقمة حوالي 5,700,000 دولار. طبعا المشروع زي ما انت شايف فيه كميات ضخمة عليه وكميات شراء كبيرة عليه، لان المشروع كل حاجة ظاهرة، الليكويديتي مقفولة، كل حاجة خاصة بالمشروع واضحة. هنا لو هتشتري هنا البي سي سي سكان، دي نبذة بسيطة عن المشروع او عن التكست، عن كل حاجة خاصة بالمشروع. طبعا لو رجعت عندي هتلاقي كل حاجة موجودة على الويب سايت الخاص بيهم، بحيث ان انت لو حابب تنضم او حابب تشتري. لو دخلت على التليجرام الخاص بيهم هلاقي عندي فيه فويس شات، طبعا الفريق ليجت عشان كده بيفتح فويس شات وبيفتح كل حاجة خاصة بالجميع. لو بصيت هتلاقي عندي 2,107، امس كان المشروع حوالي 500 وحاجة. بالنسبة للتحديثات دي يعتبر اخر التحديثات الخاصة بالمشروع، علشان تبقى شايف ده بالنسبة للتكست كل حاجة واضحة قدامك هنا. هيكون في بإذن الله بعض التحديثات الخاصة، بحيث ان انت لو حابب تشتري في المشروع كل التحديثات هتكون على تويتر. اي تحديث طبعا هنزله لكم بإذن الله على التليجرام او على اليوتيوب. زي ما انتم شايفين الشرط صحي جدا، عامل قمة جديدة، واتوقع بإذن الله 100x في المشروع. انا مستثمر عامة في المشروع، لان المشروع طبعا يعتبر من ضمن المشاريع اللي هي فرصة في الوقت الحالي. طبعا عدى 5,700,000، لكن بإذن الله لو فتحت الشرط هتلاقي عندي هنا بالنسبة خاص للمشروع في بإذن الله هيكون في قمة كويسة. طبعا عندك المشروع بإذن الله في قمة كبيرة، هيكون في بإذن الله ضربة جامدة، انا اتوقع حوالي يمكن 7 أو 8 مليون. دي القمة الحالية، دي النقطة اللي كانت بتاعة المشروع، خلاص مفيش نزول ليها تاني. طبعا المشروع يعتبر من ضمن الاوائل المشاريع اللي هي تمت على فاير لانش، ولكن كانت نمو سريع، او كان في نمو عضو سريع بالنسبة للمشروع. ما تنساش تدعمنا بلايك واشتراك في القناة ليصلك كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.